يعني أشرت يعني إليكم وأشرت لكم سابقا إلى هذه الأمور التي أشرنا إليها. هذا فيما يخص هذا الأمر. الآن الدجال والسفياني، ما علاقة البعث هنا؟ ما هو الربط؟ لأننا تحدثنا عن المنافقين وهم من أتباع الدجال، وهنا عندنا دجال، فهو يعني عندما يقول تعوض روايات السفياني بالدجال أو الدجال بالسفياني، فهو يعني على إحدى الأطروحات عندما يسترسل في الكلام في إحدى الأطروحات يقول يعني ممكن أو يحتمل بأن تكون السفياني أو يكون السفياني والدجال هو عبارة عن شخصية واحدة أخذت هذا العنوان وأخذت هذا العنوان، لم نطلع على يعني ما سيشير إليه لاحقا حسب الاطلاع، وبقي بعض الأشياء نحن لم نطلع عليها لحد هذه اللحظة. ومن هنا فهمنا بأن أئمة الضلالة، العلماء، المراجع، الرموز الدينية، وجهاء المجتمع لا يذكرون الدجال، لا يذكرون الإمام الضلالة خوفا على أنفسهم، لأننا الآن قرأنا الروايات من هو الأخطر من الدجال، وصرحت روايات أهل البيت بأنهم من يدعي مودة أهل البيت، من يدعي التشيع. أنا أريد أن أؤكد على هذه النقطة. الآن أيضا دائما يقولون السياسية هي طبعا كل يعني هو الدين سياسة، الدين هو كما قلنا قبل قليل مع الفقه مع الأصول، عليك أن تتعامل مع الناس والمجتمع، عليك أن تداري الناس، عليك أن يعني تربي نفسك وتربي الآخرين، عليك أن تهتم لأمور الآخرين، عليك أن تتفاعل مع الآخرين ومع هموم الآخرين، هذه هي السياسة. فهو الدين السياسة، فلا يوجد شيء اسمه يعني سياسة ينفصل ويختلف ويوازي خط الدين. مر علينا سابقا، لا أعلم الآن سأحسب من وعاظ السلاطين أم سأحسب من المعادين، هذا كل شخص وما سيفسر. مر علينا خلال السنين والتاريخ يعني يكتب، التاريخ يفتري. الآن قلنا رواية أهل البيت فيها افتراءات، فيها زيادة ونقصان، فيها كذب على أهل البيت سلام الله عليهم. نحن مر علينا في التاريخ وذكرنا قبل قليل من الذي قال هؤلاء، فاتحون ماذا قال؟ قال هؤلاء فاتحون، أو قال أصحاب، أو قال ائتلاف، أو قال هؤلاء محررون، ومن قال هؤلاء محتلون. التاريخ سيسجل هذا الأمر، من الذي حرم التعامل معهم، ومن الذي حرم التصدي لهم، من الذي حلل وأفتى للاحتلال بأن يقتحم البيوت ويأخذ السلاح من الناس، ومن الذي حرم هذا، من الذي ألزم الناس بانتخاب السراق والمفسدين، من الذي حرم عليهم الزوجات والعيال، من الذي أوقف عليهم الصلاة وأوجب الانتخابات على الصلاة وعلى الصوم وعلى العبادات، من الذي حرم النساء على من لم يذهب للانتخابات، وماذا حصل الآن حتى تكون وتصير الحكومة فاسدة؟ لا نعلم. أنتم من أتى بالحكومة، وأنتم من أتى بأهل السياسة، وأنتم من سلط هؤلاء على رقابنا. الآن لماذا حصل هذا؟ ومنذ متى عندكم هذه الشجاعة والجرأة حتى يتحدث أحدكم على الحكومة وبهذا العلن وبهذه الصراحة؟ من أين أتتكم هذه الشجاعة؟ نحن في ذلك المعتقل عندما ومن كان معنا، لكن الظاهر
من كان معنا أيضا قطع هو من قطع لسانه، لا يوجد من يحكي تلك الأحداث، ونحن نتذكر بين حين والآخر ما حصل لنا. يعني هناك كان يحتج علينا، ومن وعى تلك الفترة كان يحتج علينا بقصاصات جرائد وقصاصات استفتاءات صدرت من مكاتب رموز دينية ومرجعيات، هذا أيد الاحتلال وهذا أفتى لصالح الدولة، أفتى لصالح صدام ولصالح نظام صدام وضد الاحتلال. وكان يعني ثمن إطلاق سراح من يتحدث معكم ومن كان معه، بل اسألوا من كان معنا عندما كان يعني يحرض حتى يعني يكون ضد هذا الشخص الذي أمامكم الآن ويكشف ما عنده ضد هذا الشخص أو يحكي ضد هذا الشخص، كان يعني يحكى مع الآخرين هذا يريد الإضرار بكم، وقضية إطلاق سراحكم هي قضية سهلة، مجرد أنه يفتي بأن قضية أنه الاحتلال غير مرغوب فيها ومحرمة ويجب إسناد والوقوف مع الدولة، مع صدام، مع نظام صدام، حتى يعني تطبيقا حتى يطبق الحكم الشرعي على أقل تقدير بالجهاد وجهاد المحتل. فمجرد كانت هي كانت القضية الريجية أنه مقابلة فضائية وحصل الرفض، وبعد هذا قضية مكتوبة وحصل الرفض، وبعد هذا قالوا أعطينا تعهد، فقط تعهد بأنك عندما تخرج ستفعل هذا أو ستقول هذا أو ستفتي بهذا أو ستكتب هذا، أيضا حصل الرفض. نحن طبعا هو هذا ضمن المنهج الذي المفروض نحن نسير عليه، لكنها فتنة، وأخبرناهم بأننا لا نريد أن نساوم. طبعا هذا كل الكلام كما بينت لكم هو كان ثمن الحرية، ثمن إطلاق السراح. نحن يعني رفضنا هذا، قلنا كان هذا الجواب معنى الكلام أنه إذا كان هذا ثمن لحريتنا فنحن لا نبيع الحرية بثمن بخس، نبقى في هذا السجن ونتحمل نتائج السجن والإعدام والقصف الأمريكي والموت على أننا لا نتنازل عن حريتنا ولا نبيع الحرية بهذا ثمن البخس. أصحاب مذهب تعلمنا من أئمتنا من سادتنا سلام الله عليهم معنى الحرية ومعنى المبدأ ومعنى التمسك بالحرية. وأيضا اسألوا من كان معنا وكيف كان يحرضون أصحابي عليه. أنا 3 مرات اعتقلت في زمن النظام السابق، في المرات 3 كان أيضا ثمن إطلاق سراحي أني أقبل بأن أستلم الحوزات بمدارسها بأوقافها الدينية بحضراتها المقدسة بأموالها بجوامعها ومساجدها بولاياتها بخدمها بمتوليها بإقاماتها، الإقامات التي تعطى لرجال الدين، بكل ما أعطي للسيد الصدر، للسيد الصدر الأستاذ قدسة نفسه الزكية. فكان الجواب بأني سأقع في الفخ وأكون عميلا وأكون مباح الدم كما أبيح دم السيد الأستاذ قدسة نفسه الزكية. فقالوا فقط كلام لا تمضي أي شيء، ونعطيك أكثر، نعطيك يعني وثيقة مكتوبة بأننا لا نتعرض لك، نعطيك جريدة، نعطيك إذاعة في زمن صدام، لكننا رفضنا هذا الأمر. والتاريخ يكتب ويشهد، والله سبحانه وتعالى هو الشاهد. فالآن نسأل كما قلنا سابقا، عندما حكينا سابقا مع أولئك وعندما كان يحتج علينا بهذه الفتاوى والاستفتاءات، قلنا لهم اذكر الكلام، الآن ما دام العدو بعيدا، ما دام المحتل بعيدا،
تصدر هذه الفتاوى وهذه المواقف، لكن عندما يقترب وتكون الكفة له والنهاية تكون قريبة للنظام، سيكون المحتل وليا وحميما وصديقا وأنيسا ومخلصا. ومن التقى ببعض من كان معنا، من كان يعتقلنا في تلك الزنزانات، يمكن سمع من هذا الكلام وحصل ما حصل. والآن أيضا أقول لكم، وأنا ذكرت لكم سابقا، الأحداث تتسارع في المنطقة، الأمور تتسارع، الفتن تقترب، الخطر بدأ يداهم، الكفة بدأت تميل للجانب الآخر. فالآن سنسمع دعوات وصيحات الوحدة وأهل البلد والوطنية، كنا نكفر لأننا ندعي بالوطنية والوطني والمرجع الوطني والعراقي، فكلهم سيكونون من العراقيين، كلهم سيكونون من المرجعية العربية، كلهم سيكونون من الوطنية. وسأقول لكم أكثر من هذا، كما قلت لهم أنهم لأولئك السجانة والمعتقلين، قلت لهم أنتم أول من سيصب عليه سيف الفتوى ممن وقف مع الاحتلال، أيضا الآن ستسمعون. الآن نحن يحكى علينا بأننا ضد المذهب وضد إيران وضد الحكومة الإسلامية، لكني أيضا أخاطب الحكومة الإسلامية بأنه الفتاوى التي قطعت رأس صدام اقتربت بأنها ستسخر وتسيار لقطع رقاب من يتصدى، أو لمحاولة قطع رقاب من يتصدى في إيران. ستجدون بأن هذه الرموز وهذه الأشخاص وهؤلاء المنتفعين سيكونون هم المحررين، وهم من، نحن لم نحكي عن هذا الأمر، لكن هم سيكونون من وقف ضد المد الصفوي في العراق، هم من يقولون وقفنا ضد الاستعمار الإيراني، كما سابقا وقفوا مع صدام ضد الأمريكان، فوقفوا مع الأمريكان ضد الصدامين والبعثيين، والآن سيقفون مع الأمريكان ضد الإيرانيين. والمجريات الأمور والأحداث ستكشف لكم هذا الأمر. فهم من أتى بهؤلاء، وهم أصحاب هذه الفتاوى، وهم من ألزم الناس للتصدي لهؤلاء. الآن صارت الجرأة على الحكومة وعلى رئيس الحكومة وعلى من يمثل الحكومة، على الوزير في الحكومة. فمن أين أتت هذه الشجاعة؟ صاروا يقرؤون الأحداث، صاروا يشعرون بالخطر قد وصل إليهم، صاروا يلمسون الرقاب التي بدأت وصارت تحاك حول الرقاب. نسأل الله تعالى أن يعصمنا جميعا من الفتن، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر.